أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مستريح الإنترنت، منصة هوج بول تستولى على 6 مليارات جنيه من المصريين. البرنامج قفل يا جماعة. شركة تداول أوراق رقمية باختصار، بيبقى متاح عليها آلات زي موتوسيكلات، بتبقى متاحة للإيجار بالدولار، بتدخل تتاجر بمبلغ لمدة محددة وبتديلك ربح يومي بالدولار تقدر تسحبه في نهاية المدة. مثلا كمثال، كانوا منزلين آلة تفاصيلها كالتالي: سعرها 10 دولار، بتشتغل 20 يوم، ربحها في اليوم 1 دولار، يعني بعد 20 يوم هتاخد 20 دولار، يبقى انت كده واخد 10 دولار مكسب. وده شرحها باختصار. هوج بول منصة رقمية اوهمت الاف المصريين بالحصول على ارباح بالدولار من خلال احد التطبيقات، وأعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء بغرض مكسب يومي قيمته 4 دولارات مقابل إيداع مبلغ 1000 جنيه. غلق منصة هوج بول بعد الاستيلاء على الأموال. خلال الفترة الماضية كانت منصة أو تطبيق هوج بول حديث العامة والخاصة للتسابق على الاشتراك والحصول على الأموال دون عناء، ومع الساعات الماضية انطلقت صرخات الاستغاثة في أغلب محافظات مصر عقب غلق التطبيق وضياع تعاملات مالية تقدر ب6 مليارات جنيه. الخلاصة إن الحداية ما بتحدفش كتاكيت يا ولاد. اعتقد ان النصابين في مصر اكتر ناس شغالة وبتكسب بالملايين، بيستغلوا طمع المصريين للأسف. عايز فلوس، اتعب واشتغل واجتهد وخد فلوس. مفيش فلوس بتيجي بدون تعب ومجهود، ده كله نصب واستغلال وضحك على الأجبال. واعتقد اللي نفس الناس اللي اتنصب عليها دي هم اللي اتنصب عليهم في شركة جلوبال بتاعت الاعلانات، وشركة بحر الرمال، وغيره وغيره وغيره، وبرضو ما بيتعلموش من اخطائهم. كل يوم يخترعوا اساليب جديدة للنصب، وللأسف الشباب الصغير عايز يكسب بسرعة بدون اي تعب ومجهود. ربنا يسترها ويصلح الاحوال يا رب، آمين.